بين مدينة سليمان وحديقة حسين بالخوجة الأخبار تأتي متسارعة تلك الأسبوع الفرد. الحدث الأبرز عودة الترجي من الجزائر، تعادل إيجابي في دور المجموعات الأمجد الكؤوس الأفريقية ومعنويات مرتفعة لمواصلة مشوار البطولة بالانتصارات. وفي سليمان إصابة الحارس رامي جريدي القادم من فريق بسويقة كانت محل الحديث العديد من أبناء الجيل. الناس كل تعرف لي أنا تدربت في التمارين، الحمد لله إن شاء الله نهار ثلاثة نعمل العملية وكو. سليمان ما تلوحش ولادها، معناتها حتى يلبس المريول النهار في سليمان يصبح ولد سليمان، وهذا معناتها سنسنا به وعادة في الجمعية كونه رامي جريدي قدرة ربي السنة القادمة الموسم الرياضي القادم تلقاوه في مع الأولاد يلعب ويكور، وإن شاء الله كيما خذيناه لباس عليه قلت ربي رجعوه لباس عليه. التكريم كان من نصيب عبد الحميد الكنزاري اللاعب السابق للترجي واللي بدأ مسيرته الرياضية مع مستقبل سليمان. صحيح أنا بديت البداية متاعي كانت في سليمان، وبعد لعبت الكاتيجوري الكل في سليمان، وبعد مشيت للترجي التحق بالترجي وين لقيت ترحيب كبير وملاعبية كبار، ومن ثم يعني مسيرتي الكبيرة لعبت 11 سنة في الترجي، وبعد توجت بالفريق القومي لعبت 7 سنين في الفريق القومي. رشاد العرفاوي، صابر الهمامي وبن محمود يتخلفوا على تشكيلة مستقبل سليمان، والترجي تصنيفه المعتاد لا أسماء أساسية ولا أخرى احتياطية، المهم هو الانتصار. أهم حاجة اللي الشوارات الكل والجروب الكل نخدموا على نفس الأوبجيكتيف، واللي العبد الكل حاضرين هذه أهم حاجة، اللي واللي يلعب لازم يعطي 100% ويقدم الإضافة. وهذاك علاش بعد محاولة أولى من مستقبل سليمان باسكال اللي يتجاوز الشمام حارس بن مصطفى يتدخل ويخرج كرة الركنية، ياخذ بعدها ترجي بزمام الأمور، سيدريك كبو يحط كرة في طبق العائد للتهديف طه ياسين الخنيسي، يغالط أشرف عبد العفو 1-0 للترجي في 4 ساعة لعب. الترجي يضغط من جديد، الخنيسي يوزع للبدري، كرة تقطع من الدفاع، ومستقبل سليمان يتقدم للهجوم، كرة طويلة من وسط الميدان، عزيز الشتيوي يسقط على الميدان ويطالب ضربة جزاء، الحكم أسامة بن سحاق يشير لسلامة العملية قبل ما يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي في النتيجة. الشوط الثاني ينطلق بمحاولة من الترجي، فادي بنشوق كيمهد محمد علي بن رمضان التسديد فوق المرمى، ثم علي المرزوقي معوض البدري ياخذ كرة طويلة من شتي، المتابعة كانت غايبة من هجوم الترجي، والإيفواري وليام توغي يطالب ضربة جزاء بعد انفراده بالحارس ومتابعة من المدافع زلعوتي. في الأثناء معين الشعباني بدأ يفكر في مباراة الزمالك، تغييرات بالجملة في تشكيل الترجي، وسامح الدربالي يعود بعد أكثر من 5 أشهر. 5 شهور آخر ماتش معنا في سبتمبر كان فينا الكوب كونتر مستير، هلا غالب الإصابة طولت شوية، مي الحمد لله الواحد رجع واحدة. نشكر جمهور الإسبيرونس اللي قاعد يدز وقاعد يطلب برجوع سامح، كلهم إن شاء الله الواحد قاعد يخدم وعاطي كل ما عنده في الانترينمون باش إن شاء الله يكون حاضر وقت اللي يعمل عليه الانترينور. مستقبل سليمان كان قريب من التعديل، نفس سيناريو هدف الترجي، الغاني بافور يخرج وجه لوجه مع الحارس فاروق بن مصطفى يسدد محاذي للمرمى، نفس اللاعب يسدد من بعيد كرة ضعيفة في دين حارس الترجي. الترجي يرجع من جديد للهجوم، محاولة أولى من كوليبالي بالرأس فوق المرمى، والثانية ساهمت فيها القوة البدنية المهاجم الترجي الإيفواري ويليام توغي يسدد بقوة في شباك عبد العفو، 2-0 للترجي 5 دقائق على نهاية المباراة. توغي سجل المباراة الثانية على التوالي، والترجي حقق انتصاره 7 على التوالي، ومستقبل سليمان ما يحققش الانتصار في 4 مباريات الأخرى اللي جمع فيها 2.
من الناحية الهجومية كونتر الاسبيرونس كي تخلق ثلاثة أربعة اوكازيونيات وما تمركيهمش بتبيع مش معناتها سيرتو تلعب ضد اتاك معناتها ميور اتاك في تونس معناتها سيمي معناتها توجع معناتها القدام سينو نحن الولاد معناتها ما قصروش معناتها في المباراة عملوا مباراة محترمة محترمة جدا الأغلاط معناتها نتاع البونتويت أغلاط فردية سينو معناتها سينو لونسومبل دو ماتش الولاد الميتون الأولاني والميتون الثاني حتى في التغييرات دونك نسويو معناتها عملنا صحيح هي خسارة مي بالنسبة لنا معناتها الولاد عملوا ماتش محترم سولو بلون تكتيك سورتو انتصار مهم يخلينا نستحوذوا على الفرق نتاعنا مع سورتو مع الملاحقين نتاعنا دونك اوبجيكتيف تاع اليوم 3 بوين باهين بون بلوس استحفظنا على الافكتيف نتاعنا عندنا لاعبين اللي لازمنا نعطيهم طون جو باش نكملوا خلطيهم في النيفو اللي حاجتنا به عندنا لاعبين اللي هما مرفقين عندهم ريسك دو بلوسيور دونك استحفظنا عليهم والحمد لله تو اليوم 3 بوين باهين يخلونا نحضروا الماتش تاع الشامبيونز ليغ اللي هو مهم بالنسبه لنا احنا في أجواء طيبة إن شاء الله.